aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. لورين خانم، هالصبية بتكون بنت أخي ياسمين. حصل لي الشرف يا خانم. مثل ما بتعرفي يا خانم، بالبيت صار في عنا ولد صغير وبده مين يدير باله عليه وعلى طلباته، هو وأمه. ياسمين إجت من الضيعة لتشتغل هون بالقصر، يعني إذا حضرتك بتوافقي هلأ رح خليها تشتغل معي وتساعدني، شو رأيك؟ طبعاً أنا بكفلك إياها. مظبوط اللي عم تحكي بنتي، زهرة كمان رح تحتاج لمين يساعدها. إيه ماشي، وافقت. حطي غراضة معك بالغرفة وخليها تبلش شغل فوراً. الله يوفقك يا خانم. خلاص صار بهالسرعة خلصت الجلسة يعني؟ خلصت مرت عمي. منيح. رح كون صريح مع حضرتك، وضع غانم بيك مانو مبشر كتير، ما في أي دلالة على فعالية أي عصب بجسمه. يعني ما رح يطيب دكتور؟ هيك قصدك تقول أنت؟ الأمل بالله كبير ست بهي، بس نحن رح نستمر بالعلاج. كان في مرضى عنا مثل وضع غانم بيك وتعالجوا ووقفوا على رجليهم. اعمل اللي بتقدر عليه، وقد ما كلف هالشي ما في مشكلة، المهم ابني يرجع يمشي على رجليه. والله بدفع عمري بس يرجع ابني مثل ما كان. إن شاء الله خير. عن إذنكم. انتوا على الفاضي بقيانين هون؟ في عنا أكتر من سيارة واقفة على الباب، وإذا صار أي شيء لزهرة بيجيبوها لهون فوراً. زمرد خانم، زهرة تعبانة شوي، نحن اليوم منبقى وبكرة منرجع على البيت. ها؟ جيت رستم؟ شيل شنطايت الصبي وشنطايتي كمان. طيب، نحن ماشيين معناها. لك زهرة طلعي هون وشوفي هالولد، شوفي قديش بريء وهادي وحلو. لك الأم إذا بعد عنا ابننا ولحظة بتجن. شكراً كتير على كل شي عملتيه زمرد خانم، يسلم. عملته مشان حفيدي مو مشانك أنتي وبنتك. يلا لشوف يا عمري أنت.
يلا يا روحي. يلا يا جماعة تفضل أخ. أمور أخ كرمال إنه نلحق هاي الطلبيات اللي عنا، لازم نشتغل بضمير وسد وأمانة لحتى نكسب ثقة الزبون ويضل يتعامل معنا. أما منشان المعاشات رح تقبضوا رواتبكم بالكامل بالإضافة لساعات العمل المسائية. شكراً أخ. شكراً. الله يقويكم. شكراً. مرت أخي زهرة ولدت اليوم، أنا لازم روح على القصر وشوف الولد كمان. رح أترك الشغل بأمانتك. ماشي ولا يهمك، أنا رح دير بالي. عن جد شكراً، أنت ما في منك. بالزهر نيمته يا مرت عمي، هاي زهرة ما عم بترضع الولد ورح تموته من الجوع. يعني بكرة لازم تجي المرضعة مشان إذا ما حبها نلحق ندور له على وحدة تانية. وهو هيك بعتي له خبر هلأ، خليها من الصبح تجي ترضعه. ايه عزت كان رح يجي ليشوف الصبي، الظاهر ما خلص شغل لهلأ. اه نسيت قلك، عدنان جاب مصاري عزت وحطيناهن بأوضتك، بس يجي بتعطيها. كتر خيره، أخيراً عدنان آغا رضي حن علينا. معناتها هي بتكون آخر ليلة إلكن. مزبوط، بكرة رح يكون أول يوم جديد إلنا، رح نخلص من كل هالكابوس إن شاء الله. أنا مبسوطة كتير أمي، رح نسافر أنا وأنتي، رح نكون مع بعضنا على طول كمان. ورح تنسوني إلي فوراً ما هي؟ معقول نحن ننساكي؟ بالصيف أنت كمان بتجي لعنا بإجازاتك ومنشوفك. زمرد خانو؟ إيه زمرد خانو؟ جمال الصغير جاع كتير، عم بعطيه ببرونة ما عم يرضى وعم يبكي كل الوقت. قولي لبنتك زهرة تشفق شوي على هالصبي، يعني ما قدرت تقتله ببطنها، بدها تقتله من الجوع. الولد جوعان كتير بده حليب. أنا ما بدي رضعه، طيب شو أعمل له؟ حبيبتي إذا بدك أنت مالك مجبورة ترضعي، منسحب حليبك ومناخده فوراً للبيبي. أنا باخده، ما عنا إلا هالحل لحتى ما يشكوا فينا. تحملي شوي يا عمري. أما سمعة يا عمتي، لكن أنت كنتي مخطوبة لرئيس البلدية رشيد أفندي. لا بقى تجيبي لي سيرته،
حبيتيه كتير مو هيك؟ يا ريتني ما عرفته ولا حبيته. طلع مانو رجال، حرام اصلا ضيع وقتي بتزعل على هيك واحد مستهتر مثله. ايه الحق معك، بس يعني لو ما تركك وهرب بهالطريقه ما كنتي رح تتزوجي عمتي؟ عمتي صفيه انت عم تبكي مشانه؟ ولك بس مو قلت لك لا تندهي لي صفيه؟ فاطمه، انا اسمي هون فاطمه. ان شاء الله بتقبرني ريحتك يا ستي ما احلاها. انت كمان رح تصير رجال شهم مثل جدك جمال. مرت عمي، انا متاكده انه جمال الصغير رح يصير مثله ورح يصير اغا عائله كرمان ان شاء الله. الناس كلها رح تحلف بحياته مثل ما كان جده. خدي ليلى احملي الولد شوي. انتي مثل امه وان شاء الله بصير عندك مثله عن قريب. لا بقلك يكون عندك ولد ما شاء الله. مساء الخير يا جماعة. مساء النور يا عمري. انت اهلا وسهلا ستي، طمنيني كيفك؟ بس شفتك صرت منيحة. نحن لهلأ ناطرينك، بدنا ياك تحمل ابن أخوك الصغير وتكبر بإذنه كمان. تعال، أنا عمك. هالولد ليش صغير هيك؟ معقول لأنه خلق بكير هيك حجمه؟ لسه مبارح انولد، أكيد رح يكون صغير. عزات، أنت كمان لما خلقت كنت صغير هيك، بكرة إن شاء الله جمال بيكبر وبصح. إن شاء الله أمي، إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أنت اسمك جمال؟ جمال، جمال، جمال. يا عمري، إن شاء الله بتعيش باسمك عمر طويل ويبعث البركة بعمرك يا ستي. يا رب، ما تعرف من هالحياة غير السعادة. يا ريت لو جدك هلأ كان عايش وشافك وحملك. خير نرمي؟ Thank you.
البضاعة يلي خلصت نقلوها على المخزن يلي حاطين فيه الخيوط الجديدة. طيب ماشي خلص فهمت، يلا بعدين بنحكي. كيفك ملك؟ منيحة، جبت حليب للولد. ملك؟ أنا بعرف أنكم رح تمشوا. شنطاي فاضية، مصاري عزت مانن جواتها. كيف يعني؟ عدنان جابهم، كيف مانن جواتها؟ طلعي منيح، ما في شي. مين يعني بده ياخذ المصاري من جوات البيت؟ انت من وين جبت قصة السفرة تبعنا؟ ليكي ما في لزوم لتكذبي علي، انا عزت سمعتك بالمشفى انت وعم تحكي مع زينب. لا تخافي، أصلاً أنا ما حكيت شي لحدا. بتمنى لك كل خير، أنت تعبتي ولازم ترتاحي. لا تشغلي بالك، كل القصة أني حبيت أسألك إذا لازم كن أي شيء. شكراً. يسلم. ما بعرف مرت عمي، في حدا أخذهم من غرفتي ولا وين بدهم يكونوا راحوا؟ شو عم تعملي؟ شو إلك شغل بهالأوضة هي؟ أنا هلأ عرفت مين اللي أخذ المصاري، شفت ملك وهي طالعة من أوضتك اليوم الصبح. والله حرام عليكي بهية، ملك ممكن تعمل أي شيء، بس ما بظنها تسرق وتمد إيدها. تعملها مرت عمي عن جد، أصلاً بالاسم هي ملك، بس الشيطان ما بيطلع له معه. أنا رح شوفها واسألها، بتكون هلأ بالمستشفى عند بنتها زهرة. زمرد خانم، ملك هلأ بأرض الديار، عم تحكي مع عزت. كأنه جماعة عزت آغا عم يشتغلوا دوام إضافي. يشتغلوا إضافي قد ما بدهم، ما رح يلحقوا هذيك الطلبية. تحرك. عن إذنك. رغم هيك إذا صار ولزمكن أي شيء بدكن إياه، لازم تعرفوا إنه عزت بعده موجود. ماشي. ملاك؟ أنت فتي على أوضتي اليوم الصبح شي؟
ايه؟ فتت لجيب لك الشال تبعك. كان في عالتخت مصاري لعزت محطوطين بهاي الشنطة، ما لقيتهم. انت اخذتيهم؟ مو عيب عليكي تعملي هيك يا ملاك، هي اخرتك عم تسرقي. انا اخذت المصاري مني. انت امي؟ اي انا اخذتهم. قبل ما فوت لعندكم لجوا فتت على اوضتك، اخذت المصاري ونسيت خبرك لاني التهيت بجمال الصغير. رجاء لا تاخذيني ملاك، حطيتك بموقف محرج. انا جبت حليب للولد، لازم ارجع على المشفى. شو عم يصير لي؟ أنا سرقت مصاري عزات؟ طيب ليش هيك صار معي؟ أنا شو عملت؟ يا رب يا رب دخيلك سامحني، سامحني على اللي عملته. جدد لك الشاي آغا؟ لا يسلم. أنتِ روحي ضبي الغسيل يلا، أنا بكمل عنك. شوفي مرت عمي، ما بده المبرونة؟ لو منلاقي وحدة ترضعه ليعبي بطنه هالمسكين. زهرة ما رح تقدر تطلع من المستشفى للمساء، معناتها بدنا نضطر نشتري له حليب. إيه رح تطلع، بس الولد ما عم يشبع من حليبة أبداً، مهما رضع عم بيضل جوعان. أنا ماشي، يلا دايما يا جماعة. الله معك ابني، الله يوفقك ويفتح بوشك. شكراً ستي. آغا بقدر إني روح معك؟ بدي غير جو. ما عم تتوجعي هلأ مو هيك؟ أنا منيحة لا تخافي، فيني أقوم على رجلي وأمشي كمان، يعني أنا جاهزة كرمال نسافر. أمي ما رح نودع عمو عزة قبل ما نطلع؟ أحكي أمي، والله إذا رحنا بدون ما نودعه رح يزعل كتير. عمك عزت رح يفهمنا. رح اشتاق له كتير. حتى لو عزت ما إجا معنا، هو رح يكون معنا على طول، وبدعواته إلنا رح يكون جنبنا، تأكدي من هالشي. خدي لشوف. نرمي
غفيت شوي، لا تواخذني. طيب ليش ما رحتي على البيت وارتحتي؟ لأنه خفت ما نلحق الطلبية بوقتها. أي بس إذا أنت ضليتي هيك راح نسلم الطلبيات قبل مواعيدها. ألو. نعم. إيه أنا. والله عن جد شكرا. قلت وين؟ طيب ماشي. شكرا كثير. شوفي. لأولى الشنتاية لملك. رجع عزت أنقذ حياتي، حتى ما قال لي شيء أبدا. لو كنت بعرف إنه المصاري لعزت ما كنت أخذتهم. عزت لو كان بيعرف إنه لازمينك هالمصاري كان هو عطاك إياهن أصلا. رغم هيك أخذت المصاري من غير إذن، سرقته. كنت رح رجع اللي أخذتهم لما بيع البيت، بس يعني رغم هيك بعمري ما رح سامح حالي ابدا لاني عملت هيك شيء. الانسان احيانا كرمال يحل مشاكله وما بيعرف شو عم يعمل. كرمال اني انقذ زهره ما خطر ببالي حل تاني بلحظتها. اليوم رح جيب الباسبورات وان شاء الله مع الوقت رح ينحل كل شيء. اي عدنان. الو ملك. هاتي البشارة، لأقولك الشنتاي. عن جد لقوها؟ وينها؟ رموها بأرض فاضية بمنطقة جودون. اتصل فيني زلمة من شوي، أنا رايح لعنده هلا، هو ناطرني بالقهوة. ايه، أنت لا تروح، أنا بطلع بجيبها. لا ما في لزوم أنت تيجي لهون، أنا رايح جيبها وبخبرك شو بيصير. ماشي. لقولي شنتايتي. طيب وليش مزعوجة؟ ليش؟ لأنه عدنان هو اللي رايح يجيبها، إذا شاف الباسبورات جواتها رح يفهم كل شيء. أنا لازم جيب الشنتاية قبل ما يصل عدنان لهنيك. يلا يلا بسرعة، كتيلي هون. عمتي؟ نعم. في شغلة أنا ما فهمتها لهلأ. شو يلي ما فهمتي كمان؟ هي اللي اسمها ليلى مرتو لعدنان آغا، مو هيك؟ ايه. طيب مين هي التانية؟ شو كان اسمها؟ ملك هيك بتذكر نادولا. هي كمان مرتو للآغا، بس هي كتب كتابه عليها رسمي بالمحكمة. يعني طلق ليلى وكتب على ملك. يا حوينة هالرجال، بس شخصيته بتاخد العقل. ليش يعني يا حوينته؟ عنده نسوان تنتين ومو حلوين، مع انه هو ما شاء الله مثل الوردة بجنة، طلة وهيبة. ياسمين يا ريت هلأ تشوفي شغلك، شو دخلك بعدنان آغا؟ طيب ومين بتكون مرت عزت آغا؟ بعده مو متزوج. ليش؟ هو كمان مثل الوردة ما شاء الله، ليش ما أنه متزوج لهلأ عمتي؟ كان رح يتزوج من فترة، كانوا خاطبين هو وملك، بس اسمه ونصيب. أنا حسيت بهالشي أصلاً لأنه ملك وعزت بيلمقوا لبعض أكتر لما بيوقفوا جنب بعض، بتحسيهم ثنائي مثالي ورومانسي. يلا ياسمين يلا خلصي شغلك بقى وحاجتك حكي، لسه عنا شغل الدنيا. روحي جيبي لي شوية مي وتعي كتي قدامي، خلصيني يلا. يلا يلا عجلي جيبي السطل الثاني بسرعة خفيها. فينا نستعجل شوي كمان لو سمحت؟ Thank you.
عم تضبي غراضي؟ ايه، حتى اكون جاهزة قبل ما تجي امي. متحمسة لانك رح تبلشي حياة جديدة مو هيك؟ انا متحمسة اكيد، بس زعلانة شوي. ليش طيب؟ خايفة من شي؟ أكيد لا، لما بكون جنب أمي ما بخاف من شي أبدا، بس رغم هيك في جواتي إحساس كتير غريب. قلبك أبيض كتير، هاد الشعور اللي جواتي بينتهي ما هيك خالة زينة؟ رح يروح ورح أنسى كل شي بسرعة. في أشياء بالحياة مستحيل إنه ننساهم يا زهرة، مثلا أنا ما نسيت أبدا. تفضل آغا، طلع على جواتها يمكن يكونوا سرقوا شي مني. سارقين الجزدان بس، منيح الحمد لله ما مدوا ايدن على الهوية، الباقي محلول أمره أصلا. ماشي، الحمد لله مرقت على هيك يا آغا. يعني كان في مصاري كتير؟ لا ما بظن كتير، بس مرتي لما نشلوا الشنتاية منها زعلت كتير، ومنيح انه التقت. شكرا لك، عزبناك معنا. عفو يا أغا، لما شفت مكتوب عائلة كرمان على الهوية اتصلت فيك فورا. شكرا لك، تفضل. يلا انت ليش اجيتي؟ مو قلت لك انا بجيبها؟ انشغل بالي. ماشي، شوفي اذا رايح شيء. على الاغلب اخذوا المصاري وبس. قديش كان فيها؟ ما كان فيها كثير، مو مهم. منيح، مبروك ملك، من اليوم ورايح ديري بالك أكثر. يلا لشو. يلا. يا روحي على جمال، طالع حلو لجده. عن قريب رح يجي أبوك لهون، رح نشيلك بعيوننا كلنا ونربيك. يا غالي أنت، يا ابني الغالي علي، ما حدا رح يقدر يأذيك بحياتك، بوعدك بهالشي. انت رح تصير جمال آغا المحترم، وعائلة كرمان رح تكون تحت أمرك. ايه زهرة، امتى رح تطلع من المشفى؟ ما بعرف بالضبط. طيب بس يخرجوها خبريني. ماشي ماشي. تعي نتصل بأمي. أي يلا. كنا عم نحاول ندقلك. هي إجيت. شو صار؟ كنت خايفة كتير بس جبت الشنتاية. من شو كنتي خايفة يعني؟ ما في شي حبيبتي. ما رحتي مع عدنان؟ شو عم تعملي هون؟
بما اني وصلت على المشفى قلت لعدنان اغا بدي اشوف رفقاتي هون، بس انا اجيت كرمال هدول. شو عم يعملوا هدول معك؟ كانوا بالشنتاي، اخذتهم بدون ما ينتبه. سارقين الجزدان بس، منيح الحمد لله ما مدوا ايدهم على الهويه، الباقي محلول امره اصلا. انت لازم ليل نهار تدعيلي، عدنان لو شافهم لهدول ما كان بيسمح لكم تطلعوا من هالبلد. وانت ليش عم تعملي معنا هالمعروف؟ ليش يعني؟ مو معكن، عم اعمل هالمعروف مع حالي. انقلعوا من هون وروحوا بأسرع وقت، طلعوا من حياتي ومن حياة عدنان كمان على الآخر. قل لي شو في اخبار؟ عمال عزت اخذين استراحه وعم يتغدوا بالمطعم اللي هون، كانوا عاملين دوام اضافي مشان الطلبيه. ايه معناها خلينا نروح ونقول لهم صحتين وهنا. عزت لا تشتغل وانت جوعان لو سمحت. انت ليش ما رحتي على الغدا؟ قلت بتغدى معك انا كمان. شكرا لك، عم عزبك معي نرمين. ما ضل في أي مشاكل، هدول صار فينا نروح لأي مكان. وأخيراً رح نقدر نهرب، ما رح نرجع لهداك القصر مرة تانية. هالمرة رح ننجح، بس قبل هيك خلوني روح على القصر وأخذ حليب للولد لآخر مرة. وبعدين رح نخلص من كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تغدى. صحتين وهنا. شكرا اغا. ايه مبسوطين من شغلكم؟ نحمد ونشكر اغا، عم نشتغل ليل مع نهار كرمال نلحق الطلبيات. ايه منيح. انا كمان قررت كبر الشغل، رح اجيب 10 مكانات زياده. على خير ان شاء الله اغا، الله يرزقك انت كمان. امين يسلموا. بس مو سهل الاقي عمال مناح مثلكم، وانا فكرت كثير بصراحه وقررت اني اشتغل معكم. اذا اشتغلتوا معي راح ادفع لكم ضعف المعاش اللي عم تقبضوه هلا. شو قلتوا؟ جاهزين لتشتغلوا معي؟ يلا لشوف زهرة الحلوة، رح نتمشى برا هلا، الدكتورة زينب قالت مشوها. تعي. ما عم يبكي جمال، ما هيك يا فاطمة؟ لا زمرد خانم. وإذا فاق رح تسمعي لا تخافي، لسه باللفة وصرعنا. لساته ببو ما عم يتهدى، هيك أبوه كان صوته ملي الحارة. صحتين وهنا. كيف صارت زهرة؟ منيحة؟ أحسن، الليلة بتشوفوها بعيونكم لأنه راجعين على البيت. خالي فاطمة لو سمحتي حطي الحليب بالبراد. هاتي.
ايه فاطمة، تركي وحدة منهم هون مشان بس يفيق جمال طعمي. ماشي ملاك، بعملك قهوة لك كمان. ماشي بشرب. Sana geldim.